يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة مستهل حلقات هذا الأسبوع، أكيد عندنا فيها جوانب كتير جدا هنتطرق ليها على مدار فقرات الحلقة المختلفة، سواء على الصعيد العالمي الصعيد المحلي. وقبل كل ده، كل جديد يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وهنتكلم بتفاصيل كتير جدا مهمة. خصوصا بقى استنى، لأن احنا في الحقيقة متشوقين جدا لمباراة الأهلي ورؤية الأهلي غدا بإذن الله تعالى أمام الاتحاد المنستيري في مستهل الموسم الجديد وبداية المشوار كمان الأفريقي تحديدا، ودور 32 وذهاب هذا الدور أمام الاتحاد المنستيري في تونس. فبالتالي أنت إيه، كان آخر ماتش النادي الأهلي يوم 30/8، من ساعتها ما شفناش الأهلي بيلعب حتى لو على صعيد الودي يعني. ففي الحقيقة كل جمهور الأهلي متشوق، و ان الاهلي هيلعب ماتش ده كفيل لوحده انه يغير لك مودك كده يعني. انت لو متضايق شويه ممكن حاجات تكون معكره مزاجك بشكل او باخر، فكل ما تفتكر ان الاهلي هيلعب ماتش فالمود بيتغير تلقائي لوحده يعني. فوحشنا جدا الاهلي، هنتفرج ان شاء الله بكره من خلال مواجهه هتكون صعبه للغايه، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها من خلال انتصار. ليه لا؟ لان احنا فرقه كبيره ومعانا مدرب مميز، اول اختبار ليه واختبار صعب، لكن في كل الاحوال ان شاء الله نقدر نفرح بفرقتنا النهارده مع بدايه موسم جديد مليء بالتحديات المهمه، اللي ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي متفوق في معظمها او كلها كمان باذن الله تعالى. فبالتالي هننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه وتوقعاتكم لتشكيل الاهلي والنتيجه في مباراه الغد. تتوقعوا تشكيل الاهلي يكون ازاي، والنتيجه كمان ممكن تكون ايه في الماتش اللي هيكون بكره الساعه 4 العصر بتوقيت القاهره واللي هيتلعب في تونس. هننتظر تواصلكم معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعلكم كما هو المعتاد في الجزء الاخير من حلقات الترند. لكن اكيد البدايه بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، الفريق يفتتح مشواره الافريقي غدا بالتوفيق ان شاء الله. وكمان كولر يعقد جلسات مكثفة قبل مباراة الاتحاد المنستيري. وأخيرا في الترند المحلي، رابطة الأندية تجري قرعة الدوري الجديد غدا إن شاء الله. طيب ده بخصوص أهم وأبرز العناوين، لكن النهاردة كمان في مباريات مهمة في مختلف الدوريات. أكيد بنتابعها، أكيد بنتفرج عليها، أكيد مهتمين بيها، لكن برضه مستنيين ماتش الاهلي بكره بصراحه، لان الاهلي وحشنا بشكل كبير. كون ان انت تشوف الاهلي بيلعب التيشيرت الاحمر موجود في الملعب، ومش اي تيشيرت احمر، في ناس كتير جدا بتلبس اللون ده، لكن دايما الاهلي مميز باللون ده، واكيد الناس كلها بتبقى منتظره مبارياته، فدي متعه في حد ذاتها كلنا منتظرينها. الاهم بصراحه كمان النتيجه في اجمالي المباريتين سواء الذهاب والاياب، يكونوا مؤهلين للنادي الاهلي لدور المجموعات دور 16 تحديد من البطوله. فالنهارده في بعض المباريات في مختلف الدوريات الاوروبيه، وابرزهم طبعا الدوري الانجليزي الممتاز. اول مباراه او في اربع مباريات في نفس التوقيت ابتدوا الساعه 4 العصر. الماتش الاولاني ما بين بورنموث على ملعبه بيستضيف ليستر سيتي. ليستر سيتي متقدم بهدف لداكا في الدقيقه العاشره على ما اتذكر من احداث وانطلاق هذا اللقاء. ايضا من ضمن المباريات المهمه، تشيلسي بيلعب مع ولفرهامبتون. تشيلسي متقدم 1-0 في المباراه اللي بتتلعب في ستانفورد بريدج، وماتش كان مهم جدا. او الشوط الاول انتهى بالتحديد من شويه، وجون جه في الدقائق الاخيره من الشوط الاول احرزه هافرتس من صناعه من لماسون ماونت، فتقدم لتشيلسي مهم جدا. مانشستر سيتي قدام ساوثامبتون طبعا 2-0. ممكن دلوقتي الناس ما شافتش ماتش تتوقع ان اللي احرز الهدفين هالاند، لا مش هالاند اللي جاب الهدفين، هدف اولاني كان ممتاز بمهاره فرديه رائعه لكانسيلو في الحقيقه، هدف حلو حلو قوي قوي يعني من صناعه لفودن، والهدف الثاني احرزه فودن بنفسه من صناعه لكيفن دي بروين. لكن في المقابل هالاند جاب كوره في القائم كانت يعني خلاص داخله المرمى، لكن ما كانش موفق فيها، لكن اكيد هيجيب اهداف يعني، الموضوع بالنسبه له مش صعب. فالشوط الاول انتهى بتقدم مانشستر سيتي 2-0 على حساب ساوثامبتون، نتيجه متوقعه طبعا. كمان مباراة أخرى بتجرى في هذه اللحظات هي مباراة نيوكاسل يونايتد مع برينتفورد. برينتفورد كان تقدم بالمناسبة بهدف لكن اتلغى بداعي التسلل،
وبعد كده نيوكاسل قدروا ان هم يجيبوا هدفين قبل انتهاء الشوط الاول عشان يتقدموا بنتيجه 2-0 وماشيين بشكل كويس جدا هذا الموسم فريق نيوكاسل، ويمكن تقريبا على المستوى الدفاعي مميزين، بس مش عايز احسدهم لان انا عندي 2 في الدفاع، عندي تريبييه عمل اسيست وبوب كمان الحارس لو الناس تلعب فانتزي يعني. طيب اخر مباراه النهارده في الجوله دي، في الجوله مش طبعا مش ختام المباريات الجوله، لكن هي اخر مباراه في اليوم النهارده في الجوله اللي بتقام حاليا في الدوري الانجليزي، هي مباراه برايتون مع توتنهام هوتسبير، هتكون الساعه 6:30. والماتش ده هيكون حلو قوي في الحقيقه لان برايتون مقدمين موسم ممتاز حتى الان، وتوتنهام كمان مع كونتي شكل مختلف. ده بخصوص الدوري الانجليزي. تعالوا بقى نروح للدوري الاسباني. مباراة وحيدة اتلعبت لحد دلوقتي وانتهت ما بين ألميريا ورايو فاليكانو، ألميريا قدر ان هو يفوز بنتيجة 3-1. مباراة أخرى بتلعب في هذه اللحظات ما بين أتلتيكو مدريد وجيرونا، أتلتيكو متقدمين 1-0. الساعة 6:30 إشبيلية مع أتلتيك بلباو، والساعة 9 ختافي مع ريال مدريد. أما الدوري الإيطالي ففي مباراة اتلعبت وخلصت، ساسولو استضاف إنتر، إنتر فاز بنتيجة 2-1. الساعة 6 هتكون مباراة ميلان مع اليوفي، ماتش ضرب نار هيبقى ممتع في الحقيقة. والساعة 9 إلا ربع بولونيا مع سامدوريا، أيضا مباراة ضمن مباريات الكالتشيو الإيطالي. أما الدوري الفرنسي فمباراة ابتدت الساعة 5 ما بين مارسيليا وأجاسكو، والساعة 9 استاد ريميس مع باريس سان جيرمان في هذا الدوري. ده بخصوص المباريات اللي في الدوري الفرنسي، ودي أهم وأبرز المباريات على مدار اليوم النهاردة. عندنا تفاصيل كتير أكيد مهمة هنتكلم فيها بس بعد الفاصل، استنونا. يعني بنحاول طبعا نعيشكم في الاجواء، وكل كبيره وصغيره تتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد الصعبه والهامه جدا امام فريق الاتحاد المنستيري القوي والمميز هناك في تونس. ماتش مهم جدا خصوصا ان هو بدايه مشوار طويل بالنسبه للاهلي في الموسم ده، مليء بالتحديات الصعبه والمهمه، والبطولات كمان اللي بينتظرها مؤكد جماهير النادي الاهلي، تعويضا عما حدث في الموسم المنقضي واللي الاهلي ما كانش موفق فيه على الاطلاق بحظ مختلف الالقاب بسبب يعني عوامل كتير جدا تاثر بها الفريق. لكن في كل الاحوال الاهم القادم ايه؟ هيبتدي بكره من الماتش بتاع الاتحاد المنستيري، تبقى بدايه باذن الله جيده لان انطلاقه مهمه قوي ان هي تكون مناسبه عشان تديك دوافع جيده لما يعني قادم من تحديات في هذا الموسم. فاكيد الاستعدادات مستمر، بننقل لحضراتكم كمان الصوره بشكل جيد، اكيد يعني برضو مجهود كبير جدا من زملائنا اللي موجودين هناك في تونس اللي موجودين مع البعثه. فان شاء الله باذن الله كالعاده زي ما انتم متعودين من قناه النادي الاهلي من خلال مختلف برامجها كل الكواليس هتكون معاكم لحظه بلحظه ما قبل وما بعد هذا اللقاء باذن الله تعالى. لكن على صعيد تدريبات الفريق فالفريق بيختتم تدريباته النهارده في التوقيت اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم، اعتقد التدريب زمانه خلص وهو التدريب الاخير قبل مباراه بكره، واحنا عارفين الفرقه كانت وصلت اول امبارح وكان في مران للفرقه امبارح بالتحديد، والنهارده المران الثاني، وان شاء الله باذن الله الامور تكون ماشيه بشكل كويس. ودي لقطات من مران الاهلي اليوم اللي انتهى منذ قليل واللي استعد واختتم من خلاله الجهاز الفني لقيادة كولر استعداداته النهائية لمباراة الغد الهامة للغاية. إن شاء الله الأهلي يكون موفق أيا كان إيه التشكيل، أيا كان إيه الشكل اللي هنلعب بيه، لكن المهم البداية تكون جيدة. واضح إن الكابتن سيد عبد الحفيظ حتى في اللقطات اللي قدامنا دي ليه زي جلسة مع اللاعبين بيدي فيها بعض التعليمات، أنا مش عايز أقول تعليمات، يعني بيتكلم فيها عن مدى صعوبة هذا التحدي ومدى اهميته. عاجبني برضو من اللقطه اللي زي دي التواصل اللي موجود ما بين برونو سافيو ولاعبي النادي الاهلي والتناغم اللي واضح ان هو ابتدى بشكل سريع جدا. برضو الاهم في الملعب ننتظر برونو سافيو، مش عايزين نحط عليه ضغوط كبيره او كتيره لان هو يمكن الصفقه او من ضمن الصفقات القليله اللي ابرمها النادي الاهلي هذا الموسم، فالكل مترقب
مستواه بخلاف شادي حسين اللي فيه اهتمام كبير قوي قوي اخر 48 ساعه دي في التدريبات من قبل كولر. قد نشأت شادي حسين في التشكيل الاساسي قد يعني، خلينا نشوف، مش عايزين برضو نكشف ورقنا او نتكلم في امور تتعلق بتشكيل النادي الاهلي، ونسيب الحريه طبعا للجهاز الفني بقياده كولر اللي اكيد يعني عايز اقول ان حظه مش حلو قوي ان يكون اول ماتش ليه في دوري ابطال افريقيا مع فريق قوي زي فريق الاتحاد المنستيري، واول ماتش ليه على الاطلاق على المستوى الرسمي مع النادي الاهلي يكون من خلال هذه المواجهه القويه. لكن في نفس الوقت احنا النادي الاهلي، احنا فريق كبير، احنا عندنا عناصر مميزه للغايه، عندنا لاعبين عائدين من الاصابه جاهزين بنسبه 100% لهذا اللقاء، عندنا لاعبين خدوا قسط كافي من الراحه فجاهزين ومتعطشين لكره القدم وللتحديات اللي زي دي. فان شاء الله هنشوف حاجه كويسه ويعني نبتدي بدايه جيده ومناسبه للموسم الجديد ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيه رغم صعوبه الماتش. لكن ما ينفعش ننسى ابدا ان احنا نادي القرن في افريقيا واكثر فريق قدر ان هو يفوز بالبطوله 10 مرات في تاريخه، وعندنا مقاومات وقدرات وامكانيات مميزه للغايه. لكن ده مش معناه ان الماتش سهل طبعا، لا، فرقه تقيله، فرقه صعبه، لازم نكون بنحترمها بالشكل الكبير قوي، وباذن الله نكون موفقين في تخطي هذه العقبه من خلال الماتشين سواء ماتش الذهاب او ماتش الاياب. النهارده المران كان الساعه 4 العصر بتوقيت القاهره، وخلص زي ما قلت لحضراتكم، وعرضنا كمان لحضراتكم بعض اللقطات المهمه لتدريبات النادي الاهلي. على صعيد الجهاز الفني فكولر عنده اجتماعات مكثفه وجلسات مهمه جدا مع معاونيه للاستقرار ووضع الرتوش الاخيره على تشكيل النادي الاهلي وطريقه اللعب والشكل التكتيكي والاستراتيجيه اللي ممكن يلعب من خلالها الاهلي هذه المباراه. وده طبعا بيبقى طبقا للمتابعه المكثفه على مدار الفتره اللي فاتت لي يعني امكانيات هذا الفريق، فريق الاتحاد المنستيري، نقاط القوه ونقاط الضعف. فاكيد ان شاء الله يكون استقر الجهاز الفني، هو اكيد استقر بنسبه كبيره قوي قوي عن او على التشكيل بالتحديد بعد مران النهارده الاخير. الاهم ان شاء الله التوفيق يكون حليفهم النهارده. كمان يعني بعد بالظبط ساعه الا ربع هيكون الاجتماع الفني لمباراه الغد، وده اللي هيحضر من خلاله كل من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الاداري، للاستقرار على كل الجوانب الفنيه او الاداريه اللي بتتعلق بهذه المباراه، سواء بقى الاهلي هيلبس انهي زي، اللون، كلام من ده، موعد الوصول للملعب، الحضور الجماهيري، كل الامور اللي تتعلق بالجوانب الاداريه ما قبل هذا اللقاء بيتم الاتفاق عليها من خلال هذا الاجتماع الفني. يعني دي اهم وابرز الاخبار. لسه كواليسنا بالمناسبه ما خلصتش من هناك في تونس، يعني هنتكلم معاكم باستفاضه كبيره جدا. خليني بس افكركم بقائمه النادي الاهلي لمباراه الغد. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، ومصطفى شوبير زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. خط الدفاع ايمن اشرف، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، واكرم توفيق. في خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السولية، احمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، احمد عبد القادر، وبرونو سافيو، وطاهر محمد طاهر. اما في الهجوم كل من محمد شريف، حسام حسن، وشادي حسين. ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين، وننبسط الاول ان احنا نشوف الاهلي بكره ان شاء الله، لان دي حاجه احنا بقالنا كتير قوي مستنيينها. يعني كل ما الواحد يفتكر ان في ماتش الاهلي بكره فتلاقي الدنيا كده اتظبطت شويه، المزاج اتعدل، والاهم كمان الاداء والنتيجه ان شاء الله في هذه المباراه. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل كواليس اخرى عن مباراه الغد ما بين الاهلي والاتحاد المنستيري. استنونا. ما كانت في يومها ومش من يومها، ما عنديش حتى معطى، يعني المعطى ده ما يدخلش في الاستراتيجيه بتاعي وما نفكرش فيه بالكل وما هوش في برامجي. باش نلعبوا ضد الاهلي اللي نعرفوها، والاهلي فريق اللي باش نحضروا له باش نلعبوا له يعني ماتش عادي. بالنسبه للسيناريو قال شوف احنا باش نحاولوا نلعبوا الكره بتاعنا، باش نحاولوا نسجلوا اهداف، هذاك اهم يهمنا باش نمشيوا لمصر. نحبوا نمشيوا في حاله مرتاحين، عندنا سكور اللي يخلينا نمشيوا لمصر في ظروف عاديه، في ظروف مرتاحه اكثر من عاديه، وهذا هو باش نلعبوا ماتش باش يلزمنا نحاولوا باش نخرجوا من مستير باجمل النتائج، احسن نتائج على الاقل نمشيوا مرتاحين للقاهره. تصريحات مهمة جدا من داركو نوفيتش، المدرب الصربي المميز جدا لفريق الاتحاد المنستيري، واللي كنا واجهناه قبل كده أمام فريق أوفاكو ستيف في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، واللي الأهلي قدر يتفوق في المباراتين. لكن في كل الأحوال عندي يعني تعليق مهم قوي على تصريحاته. أول حاجة قال لك إحنا هنحاول نسجل أهداف ونعمل سكور يدينا أريحية قبل مباراة الإياب في القاهرة.
فهنا تقدر تستشف الاستراتيجيه ان الناس دي هتلعب، مش عايز اقول لعب مفتوح، بس على قد ما هم هيكونوا مركزين ان هم ازاي يقدروا مش يحرزوا هدف واحد لا اكتر من هدف. واعتقد ان اكيد التصريحات دي، مش اعتقد ده مؤكد، التصريحات دي موجوده دلوقتي عند كولر المدرب الجديد للنادي الاهلي، وممكن يبني استراتيجيته، مش قصدي على اساس التصريحات بس يحطها في الاعتبارات قبل مباراه مهمه زي دي. اذا الفريق ده واضح ان هو هيهاجم، واضح ان هو عايز يحرز عدد وافر من الاهداف، وده طبعا صعب جدا قدام فريق كبير جدا بحجم النادي الاهلي، لكن مهم ان الاهلي يستغل الفرصه دي وان يقدر يجيب هدف خارج الملعب يريحه قبل مباراة الإياب بإذن الله تعالى. تصريحات مهمة من داركو نوفيتش، ومدرب مميز جدا بالمناسبة، وماتش صعب جدا جدا جدا، لكن احنا أبطال وفرقة تقيلة وإن شاء الله نكون موفقين. فاصل ونرجع نكمل. عنده شعبية كبيرة جدا عم حارس في الحقيقة في كل حتة دلوقتي، ما شاء الله عليه. واحد من الناس اللي بيساعدوا الفرقة دايما بقاله عدد كبير قوي قوي من السنوات ما شاء الله داخل النادي الأهلي، ربنا يديله الصحة، ويعتبر واحد من اللي مرتبط جدا بجمهور النادي الأهلي يعني، سواء هو أو كل عمال النادي الأهلي اللي دايما ليهم دور لا يقل أبدا عن اللاعبين في تحقيق أي إنجاز والفوز في أي مباراة بالنسبة للفريق على مدار سنوات عديدة. إن شاء الله نتمنى للجميع كل التوفيق. تعالوا نروح لترند الأهلي ونشوف أهم وأبرز الأخبار اللي تم تناولها على السوشيال ميديا، ونبتدي بالوطن سبورت واللي بيتكلموا على إن أو عن خطة مدرب الأهلي لانتزاع الفوز من الاتحاد المنستيري في المباراة المقبلة، وثلاث لاعبين مفاجأة. وبيتكلموا على مين بقى؟ بيتكلموا على حسام حسن، وبيقولوا ان استقر كولر على مفاجأة الاتحاد المنستيري بحسام في الخط الامامي بعد ظهور الاخير بمستوى جيد خلال المباريات الودية. ده حقيقي، هو خلال المباريات الودية كان كويس جدا، بس مش شرط تلاقي حسام حسن هو اللي ابتدى. في المقابل تطرقوا لشادي حسين، كما ابدى كولر اعجابه باداء شادي حسين، ده اللي مكتوب في الخبر، وهو فعلا في اعجاب بشادي وفي اهتمام كبير جدا بالتحديد خلال الساعات الاخيره وتدريبات النادي الاهلي هناك في تونس بشادي، ربما نشوفه في التشكيل الاساسي، هنشوف، على ان يدفع به امام الاتحاد المنستيري وفقا لتغييرات المباراه، خاصه ان فرص محمد شريف ممكن تكون ضعيفه، وده هيكون شيء منطقي لان محمد شريف كان بعيد بقاله فتره بسبب الاصابه، ويا دوبك لسه راجع بقاله 10 ايام تقريبا للتدريبات او اقل كمان. طاهر محمد طاهر من ضمن الناس اللي ممكن يبتدوا في التشكيل الاساسي طبقا للمكتوب في الوطن سبورت، وان عنده افضليه على حساب برونو سافيو، لكن ممكن في الاخر تلاقي برونو سافيو اللي بيلعب، لان مش شرط برونو سافيو يلعب كجناح ايسر، مش شرط خالص، ممكن تلاقيه في مركز 10 جناح ايمن، الله اعلم بقى. دي كلها رؤى فنيه تخص المدير الفني الحالي للنادي الاهلي مارسيل كولر. طيب تعالوا نخش الخبر اخر، وعمرو سليه وبيتكلم على استعداده للتحدي الافريقي من خلال حسابه الرسمي على تويتر، واللي نشر من خلاله فيديو لابرز لقطاته واهدافه مع النادي الاهلي في الدوري ودوري ابطال افريقيا ومع منتخب مصر كمان، وكتب جاهز لبدء التحدي الافريقي الجديد لدينا. طيب نروح كمان لكورة بلس، والامين العام للاتحاد المنستيري ليه تصريحات بيقول نرجو ان تكون مواجهتنا مع الاهلي او امام الاهلي تاريخيه. بالنسبه لهم هو ده طبعا السيد امير الحزيم اللي هو الامين العام للاتحاد المنستيري، بيقول لك يعني تكون مواجهه تاريخيه اكيد لازم يتخللها روح رياضيه، ده طبعا امر مؤكد باذن الله، لان اكيد العلاقات ممتازه في كل الاحوال ما بين الشعب المصري والشعب التونسي والاهلي ومختلف الانديه التونسيه، وده اهم شيء بالمناسبه في المباريات اللي زي دي. لكن هو قصده ايه؟ قصده ان المواجهه تكون تاريخيه، بالنسبه له مش هتكون تاريخيه غير لو تخطوا عقبه الاهلي في هذا الدور وتاهلوا في المفاجاه، هتكون كبيره قوي، الله لا يقدر لو حصلت ان هم يوصلوا للمجموعات في افريقيا على حساب النادي الاهلي، ان شاء الله مش هتكون مباراه تاريخيه ولا حاجه بالنسبه لهم، والاهلي يكون موفق ويتخطى عقبه صعبه جدا هي عقبه الاتحاد المنستيري. طيب اليوم السابع ولسه مع تصريحات امير الحزيم، واللي بيقول ان الاتحاد المنستيري اتفق على ان 8000 مشجع تونسي هيكونوا موجودين امام النادي الاهلي، في المقابل الاهلي هيكون عنده 200 تذكره للمشجعين اللي بينتموا للنادي الاهلي اللي ان شاء الله يكونوا بيحضروا هذا اللقاء. وايا كان عدد المشجعين اللي موجودين مع النادي الاهلي في هذا اللقاء اكيد بيكونوا مؤثرين جدا وليهم دور في مختلف المباريات سواء قليلين او بشكل كبير، لكن التذاكر محدده بالنسبه للاهلاويه في الماتش ده 200 تذكره فقط.
كورة 11 وحسابه على تويتر قبل مباراة الغد، حارس المنستير التونسي يتسلح بالملعب ويضع الخطة المثالية التي ينوي الفريق الاعتماد عليها من أجل الإطاحة بالمارد الأحمر في دوري الأبطال. وهم هنا بيتكلموا على أن الحارس البشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستيري قال بعض التصريحات وقال أن جميع اللاعبين مستعدين ويشعرون بالمسؤولية من أجل الدفاع عن فرص تأهلهم على حساب النادي الأهلي. خلال التدريبات بنركز على معالجة نقاط الضعف اللي ظهرت في مباراتنا الودية قدام الترجي، وسنظهر بقوة قدام الأهلي. الناس بيحاولوا يخلقوا لنفسهم دوافع قوية جدا، خصوصا أكبر دافع أن أنت بتلعب النادي الأهلي أهم فريق في أفريقيا. فده بخصوص تصريحات حارس الاتحاد المنستيري التونسي. نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نكمل ترند الاهلي واخر خبر معانا، ونتكلم عن جزئيه مهمه جدا. رابطه الانديه المحترفه بتتطرق لما قبل بدايه بطوله الدوري هذا الموسم اللي مقرر ليه يوم 18 من الشهر الجاري. فبالتالي بيقول لك الاهلي صاحب الرقم التاريخي في عدد مرات الفوز بالدوري، ويتطلع لاضافه اللقب رقم 43 باذن الله واحد احد نرجع البطوله دي يعني اللي افتقدناها اخر موسمين. الاهلي في الدوري المصري الممتاز موسم 2022 2023، كتمويه عن كل الفرق المشاركه في هذه البطوله واهمها طبعا النادي الاهلي. ده بخصوص الترند الخاص بالنادي الاهلي، لكن لسه عندنا اخبار محليه وفي نفس الاطار الحديث عن او من قبل رابطه الانديه المحترفه عن بطوله الدوري. بيقولوا ان خلاص القرعه الاعلان عن كل ما يتعلق بيها هيكون من خلال الغد ان شاء الله باذن الله. رابطه الانديه المصريه المحترفه تعلن عن اجراء فعاليات كره الدوري الممتاز المصري الموسم الرياضي الجديد 2022 2023، والقرعه ان شاء الله هتكون بكره الساعه 2 الظهر. تمام، الساعه 2 الظهر بكره اللي هو 9 اكتوبر. هنترقب نتائج هذه القرعه، وبالمناسبه هي قرعه غير موجهه، والجزئية دي غاية في الأهمية. ويمكن ده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي من خلال حساب يلا كورة على تويتر، واللي بيقولوا ان في مصدر في الاتحاد قال لهم ان قرعة الدوري بين الأهلي والزمالك ستكون غير موجهة، ومباريات الدوري ستقام خلال فترة كأس العالم، ومن الممكن خوض 3 مباريات على الأقل خلال فترة المونديال. الجزئية دي لازم نقف عندها. طب قبل ما اعلق على الجزئيه دي خليني سريعا اروح لمداخله غايه في الاهميه مع زميلنا العزيز كريم احمد من تونس مراسل قناه الاهلي، عشان يطمنا بشكل كبير قوي على استعدادات الاهلي الاخيره بعد ما تم ختامها اليوم من خلال مران اخير قبل مباراه الغد. يا كريم مساء الخير. طبعا هو كلمه كريم سامعني؟ كريم طيب هنرجع لكريم مره ثانيه، مهم جدا مداخله كريم هنتكلم فيها في بعض الامور تتعلق بالفرقه في ختام الاستعدادات. طيب الجزئيه دي مهمه قوي ليه؟ اللي كنا بنتكلم عنها من خلال يلا كوره ان القرعه غير موجهه. بشوف بعض الاعلاميين للاسف خلال الساعات اللي فاتت وخلال الفتره اللي فاتت واخدين او متبنيين توجه ان القرعه لا، ليه ما نحتفل بالاهلي والزمالك في اخر مباراه في الدور الاول واخر مباراه في الدور الثاني. يا جماعه الكلام ده عفى عنه الزمن بقى، خلاص بقى يعني مفيش. هات لي كده الدوري اي دوري في الدنيا شوف هل القرعه بتبقى موجهه. يقول لك بلاش مثلا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قبلوا بعض في الاسابيع الاولى وخليهم في اخر ونحتفل مش نحتفل. لا ده تفكير قديم جدا يعني للاسف الشديد. يعني خلاص بقى لازم الاهلي والزمالك ايا كان القرعه يلعبوا بعض امتى، وده برضو عشان يكون في مبدا تكافؤ الفرص. وبعدين في مواسم كان الاهلي والزمالك بيلعبوا فيهم في اخر جوله وكانت القرعه بتبقى موجهه، بس كانت مباراه بتبقى ملهاش اي قيمه، بخلاف ان هي طبعا مباراه قمه واهلي وزمالك لكن مفيش اي منافسه. كان ساعتها الاهلي بيبقى حاسم الدوري قبلها ب6 7 اسابيع فالماتش بيبقى ميت. لا احنا عايزين منافسه قويه اهلي وزمالك في اي وقت زي ما القرعه تطلع. لكن التوجه اللي البعض بيتبناه ده للاسف توجه قديم للغايه. بقى عايزين بقى ننسى الافكار القديمه دي ونخش على الجديد بقى. لكن برضو من ضمن الجزئيات المهمه ان بطوله الدوري ممكن تتلعب في اثناء كاس العالم، وهل جت الموافقه من الاتحاد الدولي ولا لا. لكن في كل الاحوال في لائحه، اللائحه بتقول ايه؟ ان اكتر من لاعب او اثنين لو موجودين من فريق واحد في الدوري المصري في كاس العالم اذا حق ليه ان هو يشتكي للفيفا. الفيفا هيقر او هيؤكد على ان المباراه بتاعته ما ينفعش تتلعب، او اصلا المباريات في الدوري ما ينفعش تتلعب لان في عدد من المشاركين من فريقه في بطوله كاس العالم. هل ده بينطبق على الفرق الموجوده في الدوري المصري؟ لا. ليه؟ الاهلي عنده علي معلول بس اللي هيكون موجود في كاس العالم. الزمالك عنده مين؟ عنده الجزيري وربما حمزه المسلوسي، فادي اثنين. يعني ما جابش الثلاث اسماء اللي ممكن يخلوا
ينفذ اللائحه او يلجا للائحه، فبالتالي اكيد هيكون في دوري في اثناء بطوله كاس العالم، وهنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه. وممكن بيقول لك المباريات تبقى 3 مباريات بس كل فريق اثناء هذه البطوله العالميه اللي الكل اكيد برضو هيتابعها. ده بخصوص ايضا هذه الجزئيه في الترند المحلي يعني. بس خلينا يا جماعه ننسى بس موضوع حته ان اصل تبقى موجهه مش موجهه، بقى التفكير ده بقى صعب قوي. يلا كوره، مصدر يلا كوره بيقول لك زادت عدد الجماهير في الدوري ل 10,000 مشجع، وده خبر كويس. السنه اللي فاتت كانوا وصلوا 5,000، نتمنى ان 10,000 يحضروا. بس المهم ايه برضو، لان الجزئيه دي مهمه، لما يبقى 10,000 يبقى 10,000 فعلا مش اكتر، او لو في فريق زود عن 10,000 يبقى يسمح للفريق الاخر انه يزود على 10,000، عشان احنا شفنا حاجات كتير السنه اللي فاتت كانت غريبه. طيب خليه سريعا اروح لكريم، رجع لنا مره ثانيه نطمن من خلاله على الفرقه. يا كريم مساء الخير. كريم مساء الخير، سامعني؟ طيب مرحب بيك طبعا في البدايه زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، انطلاقه تكون جيده بالنسبه لنا. هي يمكن انطلاقه البطوله الافريقيه، لكن ان شاء الله باذن الله كالعاده لعيبه النادي على العهد والوعد باذن الله، زي ما شفنا الحقيقه من التدريبات والتحضيرات والمباريات الوديه والمجهود الكبير اللي بذل خلال فتره الاعداد. ان شاء الله باذن الله امير كل المجهودات دي تكلل بالنجاح، ونعود هنا من تونس بنتيجه ايجابيه تساعدنا بشكل كبير جدا ان شاء الله في مشوار البطوله الافريقيه. كالعاده امير، من خلالك ومن خلال كل جمهورنا ومن خلال كل مشاهدينا بنطمن لاعبينا، بنطمن طبعا كل جمهورنا على حاله اللاعبين، الحاله المعنويه، التدريبات، كل الامور طبعا الخاصه اللي يمكن بتدينا مؤشرات كبيره جدا على مدى جاهزيه لاعبي النادي الاهلي واستعدادهم لهذه المباراه. انت عارف طبعا يمكن كان تدريب الامس والتدريب الاول تحديدا بيدي لك الانطباع وبيدي لك يعني المردود الكبير مدى جاهزيه وتركيز اللاعبين في هذه المباراه. التدريب كان قوي جدا، استغرق ساعه ونصف على ملعب المرادي، هي مدينه جامعيه، هو ملعب فرعي ارضته مش جيده شويه امير، لكن كجرعه تدريبيه ممتازه قدر كل لعيبه النادي الاهلي طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني يستفيدوا بكل طبعا الجزء الخططي والشوتنج وكل الامور دي. الحقيقه كل اللعيبه يمكن كانت مدى تركيزها الكبير جدا، يعني الشوتنج، الكروسات، يعني الحقيقه اكرم توفيق، معلول، ايمن اشرف، هاني، كل اللعيبه الحقيقه في الكروسات، الاشتراكات، شادي، شريف، حسام، كل اللعيبه الحقيقه ادت اداء مميز جدا، بانت الجديه وبان الحماس. ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تترجم بشكل كبير جدا في 90 دقيقه بنعملها ان شاء الله على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير اللي هيستقبل باذن الله مباراه اتحاد المنستير التونسي والنادي الاهلي المصري في 3 عصرا بتوقيت تونس، 4 عصرا بتوقيت القاهره. الترتيبات الاداريه كالعاده طبعا يعني بنبقى مطمنين جدا، اما بيتواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير الكره، الكابتن سمير عدلي ايضا كمان رئيس البعثه، معالي الوزير طبعا السابق العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الامور الترتيبيه، الفندق، كل الحاجات دي الحقيقه بتبقى بتكون على اعلى مستوى، ودي بتساعد بشكل كبير يا امير انت عارف على الاستيعاب وعلى التركيز وعلى ايضا كمان يكون مجهود فقط لغير في الملعب. فيا رب ان شاء الله مجهودنا يكلل بالنجاح، وايضا كمان لعيبه النادي الاهلي الجديه والتركيز والتعليمات اللي بنشوفها مع مستر مارسيل كولر ان شاء الله باذن الله تكون كلها ايجابيه مع فريق النادي الاهلي، وان شاء الله تكون الامور طيبه يا امير. طيب كريم، كنت عايز اسال عن يعني الاستقبال بتاع الفريق والاجواء الجماهيريه هناك في سوسه. انا عارف ان انتم موجودين في سوسه اللي بتبعد حوالي ربع ساعه عن المنستير، لكن في كل الاحوال قول لي ازاي استقبلوا الجماهير هناك في سوسه النادي الاهلي، وازاي الجمهور يعني بيترقب هذه المباراه، والتناول الاعلامي كمان بتاع يعني طبعا في البدايه لو بنتكلم على الاجواء والاستقبال والوصول وكل الامور دي الحقيقه امير يعني اقدر اقول لك احنا كالعاده ما بنتواجد في مطار قرطاج بتكون الحاله والعدد الكبير جدا من الجماهير التونسيه بتكون بكثافه، لكن احنا انت عارف طبعا متواجدين في المنستير، فهو ممكن مطار خاص ويمكن مطار داخلي كمان، يعني هي مدينه شبيهه شويه بالمنطقه الساحليه، امثال طبعا عندنا الغردقه وشرم الشيخ، لكن اكيد شفنا ويمكن كان في عدد اكيد متواجد كل هنا بيشجع النجم الساحلي، فيمكن كل المتواجدين طبعا اشقائنا التوانسه اتمنوا التوفيق للنادي الاهلي، الكل التقط الصور التذكاريه مع علي معلول، الكل عارف لعيبه النادي الاهلي بالاسم، الكل بيقول مربوحه طبعا، يمكن هي دي السمه واللغه اللي على طول بنسمعها هنا مع طبعا اشقائنا التوانسه اللي بيتمنوا لنا التوفيق. لكن النهارده انت عارف
يعني ذهبنا كاول يوم واخر يوم طبعا بالنسبه للتدريب الرئيسي اللي كان على ملعب مصطفى بن جنات في تمام الثالثه عصرا. خلاص بقى مجرد دخلنا المنستير طبعا الاشارات بقى المعتاده والامور طبعا المعتاده طبعا بالنصر طبعا لان كل المنستير بتشجع طبعا فرقتها، لكن الجاهزيه والتركيز يا امير الحقيقه اللي شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي مطمنه بشكل كبير. شوبير، علي لطفي، يعني الشناوي كمان تحديدا مطمنيننا بشكل كبير جدا، ادائهم كان مميز جدا في التدريب الاول، تصديات وتركيز حقيقه. يعني عايز اقول لك الواحد مطمن، عشان كده من خلالك بنطمن كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الانطلاقه تكون جيده. ان شاء الله مستر مارسيل كولر المدير الفني يكون موفق جدا في الاختيار وفي التشكيل وفي التوظيف ايضا كمان، والقياده الفنيه اللي بنتمناها ان شاء الله في اولى المباراه تكون مميزه جدا من خارج الخطوط. الامور طيبه يا امير، بنعملها ان شاء الله بقى غدا، لان غدا مهم جدا. تحركنا هنا من سوسه، احنا متواجدين في سوسه، فندق الاقامه هنا في سوسه، لكن الملعب في المنستير. تحركنا والتامين والتواجد، لان الملعب يعني كمان حابب اكلمك على الملعب سريعا، الملعب يشبه ملعب الجونه، ارضيته تقيله شويه، الملعب في منطقه سكنيه، المدرجات كمان يعني مش مدرجات عاليه، فكمان في هواء، كل الامور دي يعني خلاص اللعيبه النهارده اتاقلمت بشكل كبير جدا على هذا الامر. لكن الطقس بنتمنى يكون غدا نفس اليوم، اليوم كان الطقس طيب جدا، ما كانش فيه حده شمس كبيره، ما كانش فيه الامور طبعا المعتاده ده 9:30 عصرا. لكن كمان اللي ملفت نظري يا امير في الملعب، الملعب فيه كشافات كثيره جدا، يعني كل كشاف او كل عمود نور باللغه المعتاده في 60 كشاف، 60 في 4 ب 240 كشاف، فكان المفروض الموضوع يعني يكون فيه يعني سهوله شويه ويسر شويه، والمباراه تلعب يعني في المساء في اي توقيت، السادسه السابعه، لكن خلاص الامر بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله يكون لعيبه النادي الاهلي موفقه، ويا رب ان شاء الله دعواتك ودعوات كل جمهور فريق النادي الاهلي يا رب ان شاء الله موفقين يا كريم، والفريق يكون موفق ترجعوا لنا بالسلامه بنتيجه تدينا اريحيه قبل مباراه الاياب باذن الله تعالى. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي واللي موجود مع البعثه في سوسه بتونس، وبالتحديد كمان استعدادا لمباراه الاتحاد المنستير غدا في ذهاب دور 32. ان شاء الله يكونوا موفقين ويفرحونا بكره باذن الله تعالى. دي كانت مداخله مهمه وطمنا بشكل كبير جدا. حته الملعب دي يعني اكيد هيكون صعب شويه، بس معتادين على هذه الاجواء وعندنا ثقه كبيره جدا في الفريق والجهاز الفني. كنت حابب اخد في الحقيقه تفاعل حضراتكم. نلحق يا جماعه؟ طيب خلاص للاسف الوقت داهمنا، مش هناخد تفاؤل حضراتكم، لكن اكيد في تفاؤل عند جماهير النادي الاهلي مباراه الغد، ايا كان التشكيل اللي هيلعب، ايا كان كمان النتيجه، ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي ويكون مجموع المباراتين ان الاهلي يتاهل لدور ال 16 ودوري المجموعات وبطوله دوري ابطال افريقيا. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند. بكره مش هيكون عندنا حلقه عشان المباراه، بعد بكره نتكلم فيما حدث في هذا اللقاء، وان شاء الله الاهلي يكون منتصر. الى اللقاء.